في شيء يبا؟ شنو قلت له يبا؟ أسماء، والله ما قلتش هالكطلوت من عندي طول العمر. يما أحمد آخر واحد أكلمه وأنا بهالموقف. أصلا اليوم اللي سواه كان أنا ما وصلت هني. فالله يخليك لا أنت ولا أبوي تكلمونه، ما في داعي. لا تحاتيني يعني بعد إيش بيصير فيني أكثر من اللي صار. استغفر الله العظيم. اللي مضايقني إني ماني لاقي حز. بس أنا وصيت كل الناس، كل اللي أعرفهم بالكويت، بالسفارة، حتى هني بالفندق. وإن شاء الله إنهم يلقوني. حاسه اني مربطه، ماني قادره اتحرك، ماني عارفه اخذ حقي، ماني عارفه اوصل اللي سوى فيني كذي. اي بس لحظه يما، لحظه خليك وياي. هلو يس ذات از ان 7 اور 8 اورز ترانزيت تو دوحا. اوكي اوكي كونفيرم ات، نو بروبلم. Yes, thank you. Thank you so much. أقول يما خلص لقى وحز. أنا باخذ التيكت أصوره واتساب وأطرش لكم. إن شاء الله الصبح أكون عندكم. لا ماني قادرة أكلمها. أنت بس بوسيلي فرح وسلميلي عليها وسلميلي على أبوي. بروح أزهب جنطتي. يلا مع السلامة. معلش وينتي؟ اضطريت اقول له النهارده فقعني يعني بالذمه. ده كلام ناس عاقلين. انا ازاي ادخل المحاضره وادرس لولد وانا عارف ان بنتي بتحبه وهو مش معبرها؟ بابا ما تقولش مش معبرني، اكيد في حاجه غلط. امال في ايه يا ساره؟ انت ناسيه ان الكليه كلها بيعتبروكي انت قدوه ليهم. انا حذرتك، قلت لك يا ساره خلي بالك، قلت لي يا بابا ما فيش حاجه من اللي في بالك ده. تفتكري اللي حواليكي مش ملاحظين ان في بينك وبينه حاجه؟ حبيته يعني اعمل ايه، هو بمزاجي. اول مره اعرف ان الحب بيخلي الواحد يبجح. انت ناسيه يا بنتي ان انا ابوكي؟ بابا حضرتك دي مش بجاحه، دي صراحه، وحضرتك اللي مربيني على كده ان انا اقول لك كل حاجه وتبقى عارف كل حاجه انا بعملها. وبعدين انا لسه ساره القويه الشاطره اللي احسن واحده في الجامعه. وما تقلقش بكره الصبح هرجع زي الفل. وهتتعاملي ازاي معاه لاخر السنه؟ لسه في امتحانات ومشاريع. هقول لك، بس بقول لحضرتك ايه؟ انا جعانه، تعالى غديني. لا حس ولا خبر يا ليلى. شكلك استحليت الزعل والافراج. ان شاء الله بس تكوني بخير. بابا شنك بديت تصلع؟ بابا لازم اصلع على كل اللي يصير لي ومتى بنا اصلع. المهم انا تخلصت من موضوع الصور، وانت بعد لازم تخلصي منه، وبنشوف عقوبة هالسافل هذا ان شاء الله. ان شاء الله. بابا شلون امتحاناتك؟ الحمد لله باقي لي امتحانين واخلص. بابا انا اليوم كلمت فرح وقالت لي ان خالتي ليلى مسافره. ادري بابا رايح لندن عندها شغل. انزين بابا ليش ما نجيب فرح عندنا البيت؟ خلص امتحاناتك ويبيها ويبي جنطته وكتبها هني، خلاص خالتها قال عندنا كافي اللي قاعد يصير. ان شاء الله. انزين وخالتي ليلى؟ لما تيجي يصير خير. صار خير. صار خير يا ليلى. هلا عمي ابو عمر. لا يا عمي، انشغل عن الدنيا كلها ولا انشغل عنك. امرني. تبيني اجي لك ولا تجيني؟ خلاص خوش. انطرك عيل. فما الله. يلا حبيبتي، تصبحين على خير. أنا تعبان بعد بنام.
وانت من اهل بابا، لا تسهر وايد. اول مره اشوفك تدخن وبغرفة نومك بعد. يما الله يخليك، لا تحطيني ببالك ودققين وايد، وخصوصا هاليومين لازم ادقق، لان انت تهمني. انت شايف وجهك كيف صاير؟ ليه ما تاكل؟ ان شاء الله ان شاء الله باكل يوم. عرفت انهم صادوه؟ منو؟ اللي باقي التليفون ولعب بالصور. وبعدين؟ وانت الحين شناوي تسوي؟ في شنو؟ فاطمة ما تبي ترجعها؟ والله مش غريب يا يما، توقعت انتي اكثر انسانة بتفرحي وتستانسين. الخبر طلاقة، ليش؟ كسرت خاطرك؟ لا، انت اللي كسر خاطري. خايفة عليك يا ولدي، باكر بتقابل ربك سبحانه وتعالى. شو تقول له؟ تقول له اني ظلمته؟ ظلمت الانسان اللي ما له دم؟ يما انا ما ظلمت احد، وانت تدرين. اسمعني حبيبي، انا ما راح اقول وجهه نظري مره ثانيه بهالموضوع، بس احب اقول لك الحياه الزوجيه ما في احد مسؤول بروحه عن خطأ. لازم الطرف الثاني بيكون مسؤول مثله بوجه أو شكل آخر، بس ممكن واحد منهم يتغاضى عن هذا الخطأ أو يهمله أو يصغره، أو ممكن يكون وافق وسكت عشان هي تسكت عن أخطائها. أنا هالروحي تعلمت من التجربة واستفدت منها وايد، وخلاص ما راح أكررها بتجربة ثانية. وفاطمة؟ فاطمة عافتها نفسي، هلا؟ Yes, that's me. Well, 10 is enough. How much is it? Okay, but I wanted to be delivered to my house and I need it today. What do you mean there is no delivery anymore? It's not the first time I'm buying from you. Okay. Send me the location and I will get back to you in a couple of hours. Maybe I will send you someone. Okay, bye. I cannot send Adel. He wouldn't accept. I know him. دكتور، في ناس مستنياك تحت. مين؟ عبد الله وأماني ودينا. دينا قولي لها تروح وتين وقت ثاني. هذه تبي تقعد وياي ما يصلحتها مع الباجي. أماني وعبد الله قولي لهم اني مشغول، بيقعدون اهلا وسهلا بيروحون كيفهم. حاضر. وانا اقعد ولا امشي؟ اهلا نوره،
سؤاد اخذي نور تحت يلا. تاخذني وين اروح؟ نورة ما يصير تطلعين فوق وتدشين داري. هذه طردة ولا شنو؟ سؤاد روحي روحي. حاضر. خالد ايش فيك؟ في شيء مضايقك؟ انا ودي اعرف بس منو هالحقير النذل اللي سوى فيني كذي. مشكلة ماني عارفة منو ولا شو السبب؟ انا ما في غير اني اروح شركة الانتاج هذه واكسرها على روسهم. هدي يا بنيتي هدي. هذيلا شكلهم شركة نصابين، اخاف حد منهم يتهور عليك. خلينا نروح نشوف محامي ناخذ رايه في الموضوع. والله انا شايفه يا ليلى انك للحين على ذمه ريال، ومهما كان الخلاف ما بينكم فملزوم يحل مشاكلك. لا احمد بالذات لا يمكن اقول له، احمد هو السبب في اللي انا فيه. والله قسم بالله يا عمي ولا ادري عن شيء، هما طول عمرهم جيران ابوي الله يرحمه، ولما توفوا الكبار طبيعي بعت البيت وشريت بيتي الأولي وبعدين شريت هذا البيت وسالم رفيجي من يوم احنا صغار مترابين مع بعض في المدرسة سنة بسنة مع بعض. احنا على فكرة ما اتذكر حتى خالد ولادة خالد متى، او سالم اصلا ما يبلي طارب هالموضوع كلش. انا يا احمد ما ادور تفصيلات في الامور هذه، ولا الولد بيعترف بنفسه بالسالفة هذه. أنا أشرح عليك أنت بالذات ليش ما قلت لنا؟ ليش رفعتها قدامنا بالسماء؟ يعني معقولة يا عمي تصدق أن أنا أعرف شيء وما أقول لك؟ زين تبي تكلم سالم؟ لا لا ما يحتاج الموضوع الحين ما يعنينا، بس أنا أخاف يتصل بأسماء ويلعب راسها. هي عرفت؟ أي وانهارت المسجينة. المسجينة هذه حظها عوي يا عمي. لا عوي ولا شيء، الريال لو عنده نية انه يخدعكم كان ما هيألك للبيت عشان يخطبها. لا يا احمد لا، لعب عليها استغل الفرصة. يوم انا شافها هي تعدت 30 ولا تزوجت بدأ يلعب عليها ويلعب بعاطفتها لين تعلقت فيه. يوم شافها خلاص واعتقد انها تمسكت فيه قال بعد الحين مالي ذنب انا في الوضع اللي انا فيه، هذا قدر. ومن هالكليشيهات هذه الدراميه. تبي الصج يا عمي؟ خالد شخص ممتاز خلقا وعملا ومستقر ومستقبله مضمون. عمي الله يخليك، ليش نحاسبه على شيء الله قدر له اياه؟ احمد الزواج مو بين اثنين، بين ريال ومره يحبون بعض ومنسجمين مع بعض. الزواج العلاقة بين أسرتين، عرفت؟ يعني ايش تبي نقول بعدين حق أحفادي؟ لسألوا عن يدهم الثاني، ها؟ شبح؟ يمكن يطلع مجرم، يمكن يطلع مدمن. تعال أقول لك، أنت تقدر تقط حنين هالقطة هذه؟ الحين عرفت ليش سالم يكرهه. خالد ليش ما قلت لي اي معاك؟ شو تبي تسوين؟ تاخذين الصدمه بدالي؟ خالد الله يهديك، انت رحت وقطيت الموضوع في وجه الريال ومشيت من دون مقدمات ولا تفاصيل. ما قلت لنا ان عمامي يدرون؟ وان ما حد بالعائله اعترض على توزيعه حلال ابوي قبل ما يتوفى؟ ما عدا سالم. مو مهم، المهم الناس، كل الناس ما يعرفون غير انك اخونا. الناس مخدوعه. مع الوقت مع عيالك واحفادك راح ينسون السالفه، وانت بعد لازم تنساها. ليش قلت لها اصلا؟ حبيبتي ماما وايد يمسي. خلصتي شغلك؟ قدمتي للمدرسه هناك؟ ماما ما يصير انا بامتحانات، ما يصير اطلع اروح. ما احنا مسافرين خلاص بنتم هني. يس I mean I was excited but a little busy. روحي بدلي وغسلي يلا بسرعه عشان تغدى، انا وراي مشوار. يلا اوكي okay. بسرعه. حنين حذر. شنو؟ حنين
حنين حنين تعالي هني. نعم نعم. قلت لك بدلي بالاول بعدين روحي لها. اوكي حاضر ببدل ببدل. تدرين اني اشتقت لك وايد؟ يمن انا. وهمن بابا اشتاق لك. ترى البيت خالي بدونك، تعالي فرفشي لنا سوي جو حق بابا. هلا خالتي شلونك؟ وحشتوني. هلا حنين. فرح قالت لي انك كنتي مسافره. ورديت. عندك مانع؟ لا بالعكس الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. خالتي انا وابوي مطرشني عشان اخذ فرح ونروح البيت. قولي له اذا يبي يشوفها يجيب نفسه لهني وياخذها وبالويك اند بس، هذا اللي مسموح له. ترى يمه ما فيها شيء اذا راحت معاها. ايش فيك ليلى؟ هذا ابوها. خالتي يعني بعد اذنك بس ابوي قال لي انك تجهزين جناطها علشان انا اخذها وتسمع عنا على طول. انت ايش فيك انت ما سمعتيني؟ ما سمعتيني؟ اقول لك اذا يبي يشوفها يجيب نفسه ياخذها بس. ليش ماما؟ انا ولهت على بابا مثل ما انا ولهت عليك. ماما حنين هي اللي جايه تاخذني. حنين حنين اللي ما كانت تلقي لي بال. ماما I need my sister. I feel lonely. يعني أسماء ما راح تنزلي عشان تتغدين؟ لا مو يا أنا، وإذا ما عليك أمر سكر الباب وراك. وإذا قلت لك علشان أنا تنزلين تتردين ويانا؟ يبا مو يا أنا، وإذا جيت صدقني راح أنزل وأكل. خالد اتصل فيك. لا يبا بيتصل شو بيقول؟ وانتي؟ أنا شنو؟ أكيد يبا يعني ما راح أتصل عقب اللي سوا. يعني على الأقل لو قال لي الموضوع من البداية كان الموضوع وايد اختلف. شلون يعني اختلف؟ ممكن علي توافقين مثلا؟ ما أدري بس أكيد راح أفكر مليون مرة قبل أي يتقدم لي أو أوافق عليه حتى. حصل خير إن شاء الله. على العموم أنا كلمت أحمد، قلت له يكلم خالد يقول لا يتصل فيك ولا يشوفك مرة ثانية. والله يهداك. ليش كلمت أحمد؟ يعني الحين بيتشمت فيني. مو كفاية زوجتك هند تشمت؟ هند وأحمد تشمتوا فيك؟ أسمع يبا، صدقيني هالاثنين هذيل يحبونك ويتمنوا لك الخير. بعدين شي تشمتون فيه؟ قولي لي ايش علي تشمتون؟ ايش سويتي انت؟ نصيب وما تم خلصنا. يعني شلون؟ هو اخر واحد ولا اول واحد بي؟ لا لا اكو غيره بيجون يطقون الباب ان شاء الله. يبا هم الاثنين يدرون ان انا موافقه عليه وانا اللي قلت له تعال. يعني مو كفايه يبا الصدمه اللي انا انصدمت فيها؟ يعني طلع ولد شؤون، لا ولد عائله ولا فصل ولا اصل. استغفر الله العظيم يا رب. الو ها بابا. لا ما رضت تعطيني اياها. ايه ايه هي وصلت. ما ادري تقولي اذا تبيها تعال تاخذها بنفسك. ما ادري تقول تعال خذها بالويكند. خلاص يا بابا بسيطه تعالي. انزين بامر بيت يدي شوي وبعدين ايي. انت تدرين يدش تتزوج ولا ما تدرين؟ قالت لي اسماء بس بصراحة انا رايحة اشوف العروسة. انت متى اخر مرة كلمتيها؟ اول امس. ليش؟ عيل لما تروحين بتتفاجئين بخبر جديد. المهم سمعيني، خذي ورد للعروس وان شاء الله لما نروح لهم الجمعة مع بعض نكون. ماشي. منو قال لك؟ بابا. خلاص.
غطي البرميل شويه وظبط الالوان. ها؟ ظبط الالوان. ظبط الالوان، تعليماتك يا ريس. اصل كل اللي هنا عندهم عم الوان. لا يا اخويا سلامتك من عمل الوان، بس في حاجات انا بشوفها انت ما بتاخدش بالك منها او ما بتشوفهاش اصلا. بقول لك ايه، انا نازله اشم شويه هوا. وبلاش الحماس الزايد ده، لحسن بيجي على دماغك في الاخر. مالها دي كمان؟ شم شويه هوا بمعاملتك السياحيه. تفضل. رجعتيهم عدن؟ ايوه. اسال ولا بتقول كل شيء بروحك؟ طلعي برا، طلعي برا. انت بس قاعدين نتفاهم، صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. انت وزياد مسويين هذا كله خدمة للصداقة ولا تنفيح؟ زياد خاذ فلوس من عدنان. وانت؟ انا عندي مصالح مشتركة مع زياد. والتمثيلية هذه كلها كم كلفت؟ 5000 دينار. حضرتك كويسة؟ انت فين فين عربيتك؟ ساعديني. فين عربيتك؟ مفتاح العربية فين؟ هنا في الشنطة؟ لا لا، لحظة لحظة. بس حاسه اني شوي دايفه. ان شاء الله هتبقي كويسه، ما تخافيش. الو بسام، قفل كل حاجه وانزلي بسرعه. لا لا، لما تنزل هقول لك، بس انزل بسرعه. اوكي، باي باي. روز، خذي الشنط حطي فيهم القفل مال السفر ونزليهم تحت.
اجلسي استريح. خير؟ خير ايش فيها ليلى؟ والله حقيقة حاولنا نوديها المستشفى هي اللي ما رضيتش. لا انا الحمد لله احسن بوايد. متأكدة انك كويسة؟ اي مشكورين وما قصرتوا. طيب احنا نروح الحين، خليك على راحتك. لحظة قبل لا تروحون، في سؤال ودي اسألكم عنه. انتوا شنو علاقتكم بهالشركة؟ ما انا قلت لحضرتك المرة اللي فاتت احنا طلبة في سنة رابعة وبنصور عندهم المشروع العملي. دامكم طلبة عال ديروا بالكم من هالشركة لأنهم نصابين، وأنا قريب بدخلهم السجن وأسكر لهم الشركة. مو قلت لك شرباك والحين بعد شربك زيادة؟ اللي طلبنا عون صار لنا فرعون. لا شكوى أنا كلمة. تصدقين الظاهر أن كل الرجال نفس الشيء، بسام ودكتور خالد وزوج فاطمة كلهم نفس الشيء. لا حبيبتي أبوي غير، أبوي ماكو مثله. اليوم رجع البيت مقرع، تخيلي. تصدقين ما صدقت أول مرة أشوفه كذي، بس لا بعد طالع قمر. لا تعندين، لا تعندين، راسك ناشف انت. ترى دكتور نبيل عنده حق. انت وش صار لك؟ تعاطفتي معاها وتغير موقفك فجأة؟ انا بحبها الست دي، مذيعة من العيار التقيل، مش زي العيال الهفق بتوع اليومين دول. هفق؟ ايوه هفق. طيب يا ستي انت سمعتي من طرف واحد، ترى يا سارة المفروض تسمعي من الطرفين. يعني انت ما انت عارفة يمكن يكون فعلا معاه حق عبد اللطيف. انت نسيت، احنا يوم كنا عندها في البيت هي قالت لنا انه مش عبد اللطيف ده، الناس اللي وراه. انت عارف القصه دي فيها حاجه مفقوده كده، انا هموت واعرفها، مش ههدى غير لما اعرفها. حلقه مفقوده؟ ايوه حلقه مفقوده. طيب يا شارلوك هولمز اكتشف الحلقه المفقوده، ولما تكتشفيها قولي لي بقى هتعملي ايه. هو انت ليه مستقل بيا كده؟ طب انا هوريك انا هعمل ايه. انيويز انا كده كده عايزه اطمن عليها، انا ما كلمتهاش من يوم ما وقعت، خليني اتصل بيها. اتصلي. الو ازاي حضرتك، عامله ايه؟ انا متصله اطمن عليكي، يا رب تكوني بقيتي احسن. لا يا حبيبتي ربنا يخليكي، انت اللي قمر. لا 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 ما تقلقيش، انا هفضل ورا الموضوع ده لحد ما اعرف ايه اللي حصل. لا لا ما تخافيش عليا، انا جدعه هعرف اتصرف يعني لو اتزنقت في حاجه. طيب خلاص براحه حضرتك، ولو عوزتي حاجه كلميني. لا لا اكيد اكيد، لا انا وبسام فاهمين. لا 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 استحاله استحاله، اهم حاجه انت خلي بالك من نفسك دلوقتي وان شاء الله ترجعي بالسلامه وكله يبقى تمام. خلاص ان شاء الله، الله يسلمك، مع السلامه، باي باي. كنت بتقولي ايه بقى؟ بشريني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية، الله يعافيك. يلا لو سمحت اخوي تفضل يا يعني. انا؟ هي نعم تفضل يا يعني. صاير؟ تفضل. ان شاء الله على امرك.
الشنط هاي جنطك؟ اي نعم يا حضرة الضابط، الجناط هذه جنطي انا. يعني ما تنكر؟ لا ليش انكر؟ جناطي. اي نعم. الحبوب هذه ما تخصك؟